انا بدعوك انت وبدعو الزملاء، لا ادعو مش بس اعضاء مجلس الامناء، كل من ترون انه يمثل صوتا اخر. اذا انتم ما دعتوش يبقى العيب مش عليكم، العيب عليكم. الباب مفتوح، ولا اظن ان هناك يعني قرارا بحظر ظهور فلان او علان. جربوها، ولما يبقى في حد يقول لك حظر بلغونا، لكن المسؤوليه علينا احنا. لجنه العفو الرئاسي عشان ابقى دقيق وواضح فيها، اولا انا قلت النيابه العامه، النيابه العامه لا تجزئ الافراج، لا يوجد حبس جماعي في القانون المصري. النيابه العامه حتى لو القضيه فيها 1000 متهم، وقد سبق في التاريخ المصري ان في قضايا بهذا الحجم، كل متهم متهم في نفسه، وبالتالي انك تقول تجزء. النيابه العامه لا تملك الافراج الجماعي، كل تصرف حول شخص بعينه وحاله بعينها. اثنين، ان النيابه العامه هي والمحكمه المختصه في الحبس الاحتياطي هما فقط الجهتان اللتان تملكان الحق دون غيرهما. وعشان كده احنا النهارده لما خاطبنا السيد رئيس الجمهوريه في الصلاحيه الدستوريه اللي يملكها واللي مارسها بالعفو الرئاسي عن المحكوم عليهم غير المحكوم عليهم، دول في يد النيابه العامه ذات الصلاحيه الوحيده والمطلقه، ولا يملك اي شخص او اي جهه رسميه او تنفيذيه او شبه رسميه ان تخاطب النيابه العامه وتطلب منها افراجا عن احد، لسبب بسيط انه لا صفه لها امام النيابه العامه. اللي ذو صفه امام النيابه العامه هو المتهم او محاميه، غير كده هذا كلام ليس له اصل ولا اساس في القانون. وبالتالي احنا خاطبنا صاحب الاختصاص، شكرناه اولا الرئيس عبد الفتاح السيسي على الافراجات اللي تمت، وبنأمل ونتمنى ونناشده انه تستكمل اجراء القرارات العفو الرئاسي. النقطه الاخيره وفق الحوار الزمني، الحقيقه احنا مستعجلين اكثر منكم، بس مش عايزين الاستعجال يخلينا يعني ننسى او نتجاهل قضايا محدده، لان الناس متوقعه حاجات كثير من الحوار، والحوار عديدون والعدد هنا مش بالكثره بالقله لكن خارج هذا البلد يحاولوا ان يزايدوا على هذا الحوار، وفي نفس الوقت ان يقلدوه، يعيشوا مشكله حقيقيه انه هذا الحوار هم في رايهم حوار يعني غير سليم، وهو من المفترض انه ياتي من سلطه غير سليمه، وفي نفس الوقت يحاولون ان يغازلوا الحوار بكل السبل. ونحن نقول لهم نحن هنا في مصر لا نغازل، ومن لا تنطبق عليه شروط الحوار من السلمية والاعتراف بدستور البلاد لن يشارك فيه، ونكررها مرة ثانية، هذا حوار المصريين على أرض دستورهم، ومن يخرج عن هذا ويمارس عنفا ويحرض عليه ويشارك فيه ليس معنا في الحوار،